تاريخ مشترك يجمعهما، عدو واحد يعلنان محاربته، إرهاب اتهم بممارسته معا، تجارة نفط وتهريب ممنوعات، وحرب ضد تركيا وأخرى ضد المعارضة السورية، حكومة النظام في دمشق وقيادة حزب العمال الكردستاني، لقاء يجمع الصديقين التاريخيين. موقع باس نيوز الكردي يكشف أن وفداً من حزب العمال الكردستاني التقى بمسؤولين في استخبارات النظام بدمشق للتباحث حول أوضاع المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب والنظام في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن الوفد الذي زار دمشق يرأسه المدعو صبري أوك، حيث التقى نائب رئيس النظام للشؤون الأمنية علي مملوك. بحسب الموقع الكردي، فإن الطرفين اتفقا على تهدئة الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهما والعمل وفق اتفاقات سابقة بين النظام والPKK، حيث تركزت الاجتماعات بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي. كما نقل الموقع عن الناشط الحقوقي محمود علو قوله إن حزب العمال الكردستاني لم تنقطع علاقته باستخبارات النظام ولو للحظة واحدة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات متعددة بين الطرفين تتعلق بأمن المناطق المشتركة وملاحقة الناشطين الكرد المعارضين للنظام، كما تربط الطرفين علاقات واسعة تجارية واقتصادية، ومنها تزويد إدارة الحزب النظام بالمحروقات. سياسياً، وكما اعتاد النظام استغلال كل ورقة متوفرة، يحاول استفزاز تركيا مجدداً باستضافة عدوها التاريخي في دمشق، خصوصاً مع إعلان فنلندا والسويد نيتهما مراقبة حزب العمال الكردستاني نزولاً عند الشروط التركية لانضمام البلدين للناتو. لقاء لم يعرف تماماً ماذا دار فيه وعلى ماذا اتفق الطرفان، لكن تاريخ الاثنين لا يطمئن كثيراً في الأوساط الكردية نفسها وبقية الأوساط السورية. فقبل سنوات قليلة سرب عن بشار الأسد أنه أخبر أركان نظامه في الدائرة الضيقة أن حكومته تمر في ضعف، لذلك ينبغي تسليم المناطق ذات الغالبية الكردية لحزب العمال ريثما تعود الأمور إلى حالها. وهذا ما نشره الكاتب عبد الباسط سيدا ذات يوم.